كما تم عقد ندوات حوارية ورش عمل ضمن فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته 16 والمنتدى الإعلام الخليجي الثاني تحت عنوان الإعلام الرقمي والمصداقية والأثر الإيجابي للدراما الخليجية بين جيلين. أكد المتحدثون في ندوة الإعلام الرقمي والمصداقية والأثر الإيجابي أن المصداقية والتأثير الإيجابي عاملان رئيسيان لنجاح العمل الإعلامي خاصة الرقمي منه، فيما أشار المتحدثون في ندوة الدراما الخليجية بين جيلين أن الأجيال المتعاقبة التي تعمل في المجال الفني خاصة الدرامي منه فرضت تغييرا على نمطية العمل الدرامي. هذه الندوة أقيمت تحت مظلة المنومة عاصمة الإعلام العربي 2024، ناقشنا فيها عنصرين من العناصر المهمة جدا اليوم في الإعلام الرقمي، وهو عنصر المصداقية وعنصر الأثر الإيجابي. طبعا المصداقية والأثر الإيجابي اثنيناتهم مصطلحات نوعا ما فضفاضة، وتندرج تحتهم نقاط كثيرة، فمن خبرات ضيوفنا حاولنا أن احنا نطلع برؤى مختلفة بزوايا مختلفة حق مسألة المصداقية اليوم، واقع المصداقية في الإعلام الرقمي، وأيضا طبيعة الأثر الإيجابي اللي لازم نتركه في منصات الإعلام الرقمي. الندوة كانت على المصداقية والأثر الإيجابي، وأعتقد في أيامنا هذه مع كل التغيرات اللي قاعد تصير في التكنولوجيا والتغيرات اللي قاعد تصير في العالم، مهم أن احنا نفهم شنو معنى المصداقية، شنو معنى المصداقية بالنسبة للصناع أيضا. أنا كمنتج اليوم شنو دوري في صنع المصداقية أو حتى في خلق الأثر الإيجابي من خلال المحتوى اللي ننتجه. أنا مؤمن أن كل محتوى نسويه في رؤية، وهذه الرؤية هي تمثل القيم اللي احنا عايشين عليها، أو التجارب اللي مرينا فيها، أو المحتوى اللي استهلكناه. سعيد بأن أكون متواجد في هذا المهرجان بشكل عام، وفي السوق اللي موجود مع الأخوة الأعزاء، مع الفنانين الكبار، وسعيد أكثر بأن أكون مشارك في هذه الندوة. وبالتأكيد من عنوان الندوة يعني نجد بأن احنا راح نتحدث أكيد عن الدراما الخليجية منذ البداية وحتى اليوم، وهذه الأجيال اللي مرت خلال هذه الدراما، التطورات اللي حصلت فيها. احنا نتكلم على الدراما في تطورها خلال في الخليج من أيام الستينات إلى الآن، وأكبر دليل أتكلم عن بلدي أنه الآن الحمد لله الإنتاج الدرامي والسينمائي وصلنا إلى أو تشكل بشكل وأصبح لنا هوية سينمائية في العالم، وأكبر دليل وصولنا في مهرجان كان، وهناك دول أخرى سبقتنا في العمل السينمائي، وهذا معنى حرصنا على أن يكون المؤسسات الثقافية لها دور في إبراز هويتنا الحقيقية في العمل الدرامي.